يستون رجعوليكم دابا. هاكش كاكا ولا هيتسلو انا نحيدو انا باقيين فوق. هو من ناحيه الدوبلاج اللي درنا ديال لو غران ميشون غونار اللي هي بالعربيه الثعلب الشرير، في الحقيقه كانت واحد التجربه زوينه، لانه كانت الاشكال اللي كان عندنا هو انه مسالتين، مساله ديال الاكتور اللي غادي يلعب مع هذوك الشخصيات اللي هما شخصيات حيوانات الى غير ذلك، والمساله الثقافيه، لانه في الترجمه عندنا الاحداث كيدويو على بابا نويل، على مارت القلق كيجي ثقافه اجنبيه، فهمتيني، فحاولنا في الترادكسيون ديالها نشوف ثقافه، بدلو بابا نويل بابا عيشور، فهمتيني، هذاك القلق اللي كيجيب دري صغير زعما راه كتكون حامله، هذه في الثقافه الاوروبيه زعما راه كيجي القلق وما كيجيبوا الاطفال، حاولنا نديروها بطريقه اخرى، الشخصيات بدلنا لهم السميات ياسمين، بدلنا لعبنا على الكوتي الثقافي، وطبعا هذه القضيه كتسمح لنا اننا حنا كمغاربه يكون عندنا واحد الاكسبرتيز في الاداء الصوتي، وتبارك الله كانوا معنا دي زاكتور اللي تبارك الله متمكنين، ناب ادريس ومهدي، وهذا الشيء كان بالتعاون مع لانسيتو فرونسي المغرب وفيكام وفونداسيون عائشه. كنشوف انه المغرب كحال قلتي منجم ثقافي، عندنا واحد الذهب كثير ثقافيا، تنوع ثقافي خيالي عندنا، اللي مثلا في اوروبا ولا في امريكا الى غير ذلك ما عندهمش تقريبا الربع ديالو. فمن في الفيلم دانيماسيون في السينما ديال التحريك اللي اهم هو القصه، لانه الانتاجيه كتكون كيف ما كانت، ما كتكونش بحال ماشي بحال السينما مصوره. علاش؟ لانه السينما كل ديكور كيتقام عليك، بغيتي غير دير الطياره راه فيلم، في الرسوم لا سي با لا ميم شوز، الا كانت عندك لا تكنيسيتي ميتريزيها وداك الشيء راه كتحلم كيف ما بغيتي. طبعا الاشكال اللي كاين هو اشكال ديال التعلم ديال المهاره، وهذا الشيء كيتعلم مع الوقت، ماشي مهم ولكن ماشي هو المشكل، المشكل الكبير هو الثقافه. انا تنقول كمغرب كفنان، انا خدمت في المغرب، في الماتير ديالي هي الماتير ارتستيك مغربيه، كيبان لي كاين بزاف ما يدار، وغادي ندير واحد البصمه كبيره في العالم الى ديفلوبا هاد سندويش في المغرب ولا في العالم كامل، الى ديفلوبا هاد المارشي هذا، وكانوا الناس اللي كيخدموا فيه، وهذا الشيء غادي يخلق واحد الحركه اقتصاديه مزيانه للشباب، ويخليهم يديروا داك الشيء كيبغيو، وثقافتنا المغربيه والسلطه اللامادية القوه اللامادية الناعمه تكون ديالنا قويه. مزيان مزيان، غير سرق الربح. وانا شغندير الربيع ديالي.